انا ناقصني ايه في الواجبات بتاعت مركزي، وياخد العيد ده اشتغل عليه. المديرين الفنيين بيمنعوا، المديرين الفنيين الاجانب بيمنعوا اللعيبه ان هي تشتغل بره. انت طبعا ليك خبرات كبيره في الدوري الممتاز ودوري الدرجه الثانيه، من خلال ان انت كنت مدرب عام في فريق بورتو، فريق الداخليه، فريق ايسترن كامباني، فريق مصريه للاتصالات، فعندك خبرات كبيره جدا وعندك باع طويل جدا في التدريب. عايز اعرف منك يعني ايه مطور اداء؟ مطور الأداء هو مدرب موجود في أندية كتيرة جدا بره في أوروبا، بيشتغل على تطوير أداء اللاعب. وده إحنا هنا ما يعني لسه ما قدرناش نوصل للمرحلة دي. إحنا وصلنا إن إحنا عندنا مدرب أحمال ما كانش موجود، وصلنا إن إحنا عندنا محلل أداء ما كانش موجود. مطور بقى الأداء هو مدرب بيشتغل على تطوير أداء اللاعبين بس بشكل تخصصي شوية. يعني مثلا بيمسك تلت ممكن يشتغل على الفرويد، الحاجات اللي على الجول كتير. احنا هنا الفرويد اللي بيضيع مثلا بنقول عليه فرويد كويس بس بيضيع. طب احنا ليه ما نشتغلش ان الفرويد ده المعدل التهديفي بتاعه بيزيد، هو بيتحرك كويس، هو معدل جريه كويس، هو بيلعب بدماغه كويس بس بيضيع. زي تجربة ازارو مثلا مع الاهلي. ازارو فرويد ممتاز جدا، بيوصل الجون كتير جدا لكن بيضيع جوان كتير. دور بقى مدرب تطوير الاداء ان هو بيشتغل على اللعيب زي ده، ان هو يخليه الفرص اللي بتضيع كتير دي تبقى اهداف. يعني يشتغل مع لوحده. يشتغل مع لوحده. طب لما يبقى الجهاز الفني فيه مطور اداء وفيه محلل اداء، هنا وظيفة بقى المدير الفني ايه؟ يعني المدير الفني يعمل ايه في التمرين لما يبقى كل واحد من دول موجود؟ المدير الفني بيوزع الادوار دي، دوره هو الجزء الاساسي. انا مدير فني، انا عندي اسلوبي، عندي خطتي، عندي الاستراتيجية بتاعتي. انا اسلوبي مثلا اسلوب هجومي، اسلوبي اسلوب دفاعي، عندي تكتيك معين بشتغل بيه او اكتر من تكتيك. دوره تكتيكي بس. ما هو مثلا الجزء البدني هو مسلمه لمدرب الاحمال، الجزء الـ 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 النفسي مسلمه للدكتور النفسي اللي موجود مع التيم. عنده جزء خططي بقى ده بتاعه، ده الجزء الاساسي بتاعه. لكن مدرب تطوير الاداء بيشتغل على لعيب، ومش كل اللعيبه انا بشتغل عليها. ممكن في لعيبه ما تبقاش محتاجه لده، وفي لعيبه بتبقى محتاجه لده. مش لازم الفرويد، ممكن يكون باك رايت بيعمل كل حاجه كويسه والكروس بتاعه مش كويس، او باك ليفت يعني ايا كان، وهكذا بقى ايا كان المركز. لكن هو بيشتغل على كل مركز لوحده. يعني يجيب لعيب بعينه في مركز معين، احنا هنشتغل النهارده على الكروس، هنشتغل النهارده على التسديد، هنشتغل النهارده على الباص السريع. كل مركز واجباته ايه، الهجوميه والدفاعيه. انا ناقصني ايه في الواجبات بتاعت مركزي، وياخد اللعيب ده اشتغل عليه. خلال السيزون اللعيب ده بيقدر ان هو يتطور، وده بينعكس على اداء التيم بتاعه بالايجابيه. طب انت ازاي هنا بتقدر تشتغل على اللعيبه؟ يعني ازاي هنا بتجيب مثلا الباك رايت؟ هل انت بتشوف ايه اللي ناقصه فتبتدي تطوره؟ لازم ابقى متابع اللعيب ده خلال الماتشات، لازم ابقى متابع اللعيب ده خلال التمارين، عشان اقدر اشوف المشاكل اللي بيواجهها في التمرين والماتشات واقدر اشتغل على علاجها. وباستمرار لازم ابقى مع اللعيب ده بعد ما اشتغل معاه عشان اشوف الـ الدنيا بتتطور ولا لا. دي نقطه. النقطه الثانيه، احنا عندنا هنا المديرين الفنيين بيمنعوا، المديرين الفنيين الاجانب بيمنعوا اللعيبه ان هي تشتغل بره، وده انا بشوفه صح 100%. طب ده حصل يعني في لعيبه؟ حصل مع موسيماني، مع محمد شريف. ايه اللي حصل؟ ان هو بيتمرن بره والخواجه منعه، مستر بيتس وموسيماني منعه، ومنع اي لعيب انه يشتغل بره، وقال ان اي لعيب يشتغل بره هيتوقع عليه غرامه. وده طبيعي لان انا ما عنديش علم بالاحمال اللي انت بتاخدها بره. طب انا بره هطلع اشتغل فني بس. طيب فني يعني ايه؟ يعني انت هتشغله على الجون بس؟ ماشي، انت بتشغل على الجون مثلا بيلعب على الكوره، بيلعب على الجون مثلا 20 30 كوره، ما ده فيه حمل. ما هو كل ده حمل غير مقنن، وما عندكش علم الراجل ده بيعمل ايه في النادي. فانت بتدي له الحمل ده بناء على ايه؟ افرض هو واخد في النادي حمل عالي، انت تيجي النهارده مثلا بالليل تشتغل معاه اديته حمل عالي، فكده انت بتاذي اللعيب. فطبيعي ان المدير الفني الاجنبي يمنع ده. لكن احنا بنقول ان المفروض زي ما بقى فيه مدرب احمال، زي ما بقى فيه محلل اداء، يبقى فيه مدرب تطوير اداء. انا اديله الجزء ده زي ما بدي الجزء بتاع الاحمال لمدرب الاحمال،
وبنقول في مدرب احمال شاطر، وبنقول في محلل اداء شاطر، برضو مع الوقت هنقول في مدرب تطوير اداء شاطر.